عناوين الأخبار: الأثيوبيين في الدول الأوروبية ينددون بالضغوطات الخارجية والتدخل في شؤون البلاد. ممثل المعهد الأثيوبي يقول إن السودان يمر بظروف أمنية وسياسية ولست بأحسن من أثيوبيا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي، يقدم عليكم فوركانس. قال رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد في منشورة على صفحته في فيسبوك إن كل مواطن إثيوبي يلعب دورا كبير في تحقيق طموح بلاده. وأشار رئيس الوزراء إلى أن بناء البلاد هي نتيجة الجهود المشتركة لكل المواطنين. ودعا الدكتور أبي أحمد الموظفين إلى مواصلة الجهود المنسقة في جميع المجالات. نظم الأثيوبيين المقيمون في الدول الأوروبية مظاهرة سلمية أمام مكتب الاتحاد الأوروبي في بروكسل تنديدا بالضغوطات الخارجية والتدخل في شؤون البلاد. وقام مئة الأثيوبيين وأصدقاء أثيوبيا من دول أوروبية في بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا وأسبانيا بالاحتجاج أمام مكتب المفوضية الأوروبية على الضغط غير المبرر الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي على البلاد. وقال أجريت تحضيرات واسعة النطاق بإنشاء لجنة تنسيق مؤقت من كل بلد لجعل الاحتجاج أكثر توسعا في أوروبا. كما تم رفع شعارات ولافتات مختلفة أثناء الاحتجاج فضلا عن رسائل من ممثلي المجتمع المغتربين وأصدقاء من مختلف البلدان الأوروبية. وبحسب المصادر لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية، سلم منظومة الاحتجاج رسالة إلى موظف العلاقات الخارجية بالمفوضية الأوروبية. استقبل السفير الأثيوبي لدى جيبوتي برهانوس أجاي في مكتبه سفراء الصين وكوبا الذين تم تعيينهم حديثا في جيبوتي هاي بن ومارسيلو، بالإضافة إلى سفراء اليابان لدى الاتحاد الأفريقي وجيبوتي وهوريتشي شوكا وأوسكا أوميا. ورحب السفير برهانو بالسفراء المعينين حديثا في جيبوتي، وأكد استعداد مكتبه للعمل بشكل وثيق مع سفراء هذه الدول في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى السفير محادثات مع السفراء حول الوضع الحالي في إثيوبيا. وقال السفير في محادثته مع نظرائه السفراء إن الأثيوبيين مصممون على هزيمة فلول الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية التي تسعى لتفكيك البلاد. قال السفير السابق للولايات المتحدة السفير تيبور ناجي والسفير دونالد بوت اللذان تحدثانا إلى إذاعة صوت أمريكا إن الأزمة التي تمر بها إثيوبيا حاليا لا يمكن حلها عن طريق التدخلات الأجنبية، وأن الحل يجب أن يأتي من الداخل. وقال السفيران أن الانقسامات العرقية تسببت في معاناة الإثيوبيين، وأنه يتعين على الإثيوبيين إيجاد طرق للتغلب على خلافاتهم والعيش في وحدة وسلام. وقال تيبور ناجي السفير الأمريكي السابق لدى إثيوبيا وغينيا والذي شغل منصب مساعد مسؤول للشؤون الخارجية بإدارة ترامب ودونالد بوت السفير الأمريكي السابق في إثيوبيا وليبيريا وزامبيا الأسبوع الماضي لصوت أمريكا بأنه واثق من أن الإثيوبيين لن يرضخوا للضغوطات الخارجية، وأنه ينبغي على المجتمع الدولي مساعدتهم لتجاوز هذه المرحلة. وأشاد السفير بوت بجهود المبعوث الأمريكي إلى منطقة القرن الأفريقي جيفري فليتمان والرئيس النيجيري السابق أوليسينغو أوباسانجو لمساعدة إثيوبيا في الخروج من هذه الأزمة. ومن جانبه أكد السفير تيبور ناجي على أن الحل الوحيد للخروج من أزمة إثيوبيا الحالية تمكن في الأثيوبيين أنفسهم. Yamar
استنكر الأثيوبيون المقيمون في تركيا ما وصفوه بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية لإثيوبيا من قبل بعض الدول الغربية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته السفارة الإثيوبية في تركيا بهدف تعزيز مشاركة الإثيوبيين في الأنشطة والمشاريع الإنتاجية والتنموية في وطنهم. وتعهد أعضاء الجالية الإثيوبية في تركيا بالوقوف إلى جانب الحكومة الفيدرالية لدراء التدخل الأجنبي والضغوطات ضد إثيوبيا والاستجابة بشكل فعال للاحتياجات الإنسانية في البلاد. وخلال المناقشة قال أعضاء الجالية الإثيوبية في تركيا أن الضغط الخارجي والحملة الإعلامية المستمرة لا تستهدف إثيوبيا فحسب، بل القارة الأفريقية بأكملها أيضا. وبهذه المناسبة أكد السفير فوق العادة والمبعوث الخاص لإثيوبيا لدى تركيا آدم محمد على أهمية مساهمة الجالية الإثيوبية في الغربة في الجهود الوطنية الجارية ووضع حلول للمشاكل في البلاد. ومن جانبه قال الدكتور محمد إدريس نائب المدير العام لوكالة المغتربين الأثيوبيين أن جمعيات المغتربين تلعب دورا لا غنى عنه في تنسيق المغتربين، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى إنشاء جمعية قوية تتناسب مع حاجة البلاد. قامت قوات الدفاع الجوية بتخريج الدفعة الأولى من القوات الخاصة الجوية. وبهذه المناسبة قال نائب قائد سلاح الجو للوجستيات العميد الركن ناجيرا لليسا إننا تمكنا بتضحيات جيشنا الأبطال ودعم شعبنا التغلب على التهديدات التي تشكلها القوات المعادية للسلام. وأشار العميد إلى أن القوات الجوية لم تكتفي بتقدم الدعم اللازم لقواتنا البرية فقط، بل وجهت ضربات جوية لأهداف حساسة تابعة للعدو. وأكد العميد الركن لليثا خلال مخاطبة الخريجين الجدد فإن القوات الجوية بحاجة إلى استعداد نفسي للقيام بالمهام الوطنية. ومن جانبه قال منسق التدريب العقيد تفرى إشاتي إن المتدربين تلقوا التدريب بشكل ناجح. قال الأستاذ عباس محمد الكوركي عضو اللجنة الثقافية وممثل المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية إن السودان يمر بظروف أمنية وسياسية عصيبة وليست بأحسن حال من إثيوبيا على الإطلاق، فأديس أبابا تتمتع حاليا بتحركات عادية. رحمة محمد لديها المزيد. قامت بعض وسائل الإعلام الدولية بنشر معلومات كاذبة حول الوضع الحالي في أثيوبيا كجزء من محاولتها لتعزيز أجندتها الخفية لزعزعة استقرار البلاد، وتقوم وسائل الإعلام بتقديم تقارير كما لو أن المتمردين يتقدمون إلى العاصمة وأن أديس أبابا تحت الحصار. كل هذه المعلومات الخاطئة التي تقدمها وسائل الإعلام تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي بشأن الوضع الحالي في أثيوبيا. ولقد ذكر الكثير من السياح الأجانب والمقيمون في أديس أبابا في مختلف وسائل الإعلام بأن التقارير الأخيرة لوسائل الإعلام الغربية بما في ذلك بي بي سي وسي إن إن هي شبه حملة إعلامية منسقة لتشويه صورة البلاد، وهي قد فصلت الواقع الموجود على الأرض. ولقد علق على هذا الأمر الأستاذ عباس محمد الكوركي عضو اللجنة الثقافية وممثل المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية. هو أن ما يروج في الإعلام والقنوات في الآونة الأخيرة عن الوضع الأمني في إثيوبيا وتحديدا عن العاصمة أديس أبابا عار عن الصحة، وأن الشوارع والأسواق آمنة، وانتشار رجال العسكر في أنحاء العاصمة وحفظ الأمن للمواطنين والقاطنين على حد سواء يعكس بأن العاصمة آمنة ولا خوف عليها.
ونعكس هذه الصورة من خلال ما نشاهده عيانا. وبناء على هذه التقارير طلبت بعض السفارات العربية والغربية بمغادرة رعاياها من أثيوبيا، وقاموا بالتحذير من الأوضاع الكارثية في أديس أبابا التي لا أساس لها من الصحة. ومن ضمن هذه السفارات السفارة السودانية لدى أثيوبيا، حيث دعت رعاياها المقيمين في أديس أبابا إلى تجنب السفر خارج العاصمة الأثيوبية، وطالبت أفراد الجالية السودانية وأسرهم باتخاذ الترتيبات اللازمة لمغادرة أثيوبيا عبر الخطوط الجوية المتاحة إذا لم تكن هناك ظروف حتمية تتطلب وجودهم في الوقت الراهن. ومن المعلوم فإن السودان يمر بظروف أمنية وسياسية عصيبة وليست بأحسن حال من أثيوبيا على الإطلاق. فأديس أبابا تتمتع حاليا بتحركات طبيعية للمجتمع، تجول في شوارع أديس أبابا على مدار الساعة سواء في وضح النهار أو في المساء. نتفهم ونعي خوف الدول على أمن رعاياها في أي بقاع الأرض، ليس فقط في إثيوبيا، لكن المفترض أن تبني هذه الدول مخاوفها وإجلاء رعاياها استنادا على تصاريح الحكومة في تلك الدولة، وليس بتتبع أنباء عارية عن الصحة التي وعليها قد تتشارك هذه الدول بشيء من الضغط على إثيوبيا، وعكس للدول الأخرى أن ثمة شيء في إثيوبيا. في تقديري اليوم إثيوبيا أفضل استقرارا من السودان، خاصة بعد الأحداث الأخيرة من انقلاب عسكري واضطرابات داخلية. لذا في تقديري قرار إجلاء الرعاية التي لم تتبنى على أي مخاوف حقيقية ملموسة على أرض الواقع، على أرض أديس أبابا بالتحديد، وربما يعكس أن هناك شيء خلف هذا القرار. وعلى الرغم من الدعاية الكاذبة المكثفة لوسائل الإعلام، فإن الواقع في أثيوبيا وتقارير وسائل الإعلام حول البلاد مختلفة تماما. فإن أثيوبيا في وضع أفضل لاحتواء الظروف والازدهار في تسريع تقدمها الاجتماعي والاقتصادي، وستستطيع التغلب على جميع التحديات والتهديدات الأمنية الداخلية والخارجية على حد سواء. أثيوبيا دولة رائدة في الوحدة الأفريقية، والحكومة الأثيوبية تعمل بلا كلل من أجل حفظ أمن البلاد وجميع مواطنيها، فقد استعاد قوة الدفاع سلسلة من الأماكن التي تم السيطرة عليها، وأوقف زحف الجبهة نحو مدن وطرق استراتيجية في البلاد، مما جعل حلم جبهة تحرير تيغراي بالسيطرة على أديس أبابا مستحيلا. አጭን የምን ወጥሽ ደጂብ ይሁን እንጂ ዳሞራስ ጋጭ አንቻት ደፈሪ ይፈሳል ደማች ተከብረሽ ኑርሽ ባባቶቻችን ባባቶቻችን እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽ የደፈረሽ አንድ دعا مجلس الأحزاب السياسية سكان مدينة أديس أبابا إلى القيام بحماية المدينة والبلدة من الإرهابيين. أعلن المجلس في بيان صحفي قدمه اليوم أنه شكل فريق عمل لتنسيق حملة سيادة البلاد، ودعا السيد أبابا أكالو مسؤول العلاقات الاجتماعية للمجلس سكان المدينة إلى تعزيز الدعم للجيش الوطني لحماية سيادة البلاد ومكافحة المعلومات المزيفة التي تنشرها الجماعة الإرهابية. كما حذر المجلس الأشخاص والمؤسسات التي تقوم بتقديم الدعم للعدو بأي طرق كان، ودعاها إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال، وحث المواطنون أن يقوموا بدورهم في نشر الحقائق لإطمئنان المدينة وسكانها وعدم السماع الأكاذيب الإرهابية. حث السفير الأنغولي لدى إثيوبيا فرانسيس دا كروز على أن الأفارقة ليس بالضرورة أن يحتفلوا باستغلال بلادهم وسيادتها كل عام فحسب، بل يجب أن يتطلعوا دائما لحماية استغلالاتها. وأضاف السفير أن أنغولا ودول أفريقية أخرى بعد نيل استغلالها من خلال نضال مسلح
لم نرى حماية هذه الاستغلالية التي دفعت ثمنا غاليا غير الاحتفال بيوم الاستغلال، حيث يتم استغلالهم بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل القوى الخارجية. وأوضح السفير بأنه على الرغم من تحررنا نحن الأنغوليين من الحكم الاستعماري، إلى أن الحرب الأهلية التي اندلعت في اليوم التالي من نيل الحرية كلفتنا غاليا ونفيسا. ووفقا للسفير، فإن التدخل الأجنبي بشكل أساسي أدى إلى تفاقم المشاكل في أنغولا واستمرارها لسنوات حسب ما نقلته وكالة الصحافة الإثيوبية. خصصت الأمم المتحدة مبلغ 40 مليون دولار أمريكي لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية في إثيوبيا. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيس في بيان أنه تم تخصيص المبلغ بهدف توسيع نطاق الأعمال الإغاثية في إقليم تيغراي وأجزاء أخرى من البلاد وكاستجابة لخطر الجفاف في جنوب البلاد. وأوضح البيان بأنه تم تخصيص 25 مليون دولار من الصندوق المركزي للطوارئ لدعم المساعدات الإنسانية الطارئة بهدف حماية المدنيين، و15 مليون دولار آخر من الصندوق الإنساني لإثيوبيا. أوضحت جيبوتي بأشد العبارات أنها لن تسمح لأي قوات أجنبية باستخدام أراضيها كمنصة انطلاق لغزو بلاد مجاور لها. وأشار مسؤول رفيع المستوى إلى أن بلاده لديها معلومات واضحة حول التحركات التي تم إجراؤها مسبقا من قبل الدول الغربية التي تتخذ المساعدات الإنسانية كنقطة انطلاق للهبوط في دولة ذات سيادة مثل إثيوبيا. ولقد أعلنت إثيوبيا مرارا وتكرارا موقفها للعالم أجمع أنها لا ترضخ لأي جهود عدوانية خارجية تطالبها ببيع سياستها وكرامتها. وأن بيان المسؤول الحكومي الجيبوتي الكبير دليل على أن الأفارقة يثقون بإثيوبيا في الدعوة إلى علاقات مربحة للجانبين من جميع جوارها الصديقة. تؤكد بعض التقارير الإعلامية بأن شبكة CNN الأمريكية بوشك فصل عدد من موظفيها عن العمل بسبب تراجع شعبيتها. ووفقا للتقارير، فشلت شبكة CNN التي كانت مشغولة ببث أخبار كاذبة عن الأوضاع الراهنة في إثيوبيا والوصول إلى أكثر من مليون مشاهد لبرامجها في أكتوبر الماضي. ويقول التقرير، لم تعد تقارير CNN التي كانت تحظى في السابق بملايين المشاهدين بذلك المستوى بسبب الشائعات التي تنشرها. ووفقا للتقارير، فإن انخفاض عدد المتابعين مثير للقلق بالنسبة للقناة الأخبارية، حيث جعلت القناة الأمريكية تقوم بتفكير بتسريح العديد من موظفيها. ويقول المحللون متخصصون بوسائل الإعلام أن وسائل الإعلام الغربية تعيش في أزمة في المصداقية بسبب الرواية الكاذبة التي تنشرها الشبكة.
تخطط 15 دولة عضو في المجموع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا لإنتاج لقاح مضاد لكوفيد-19 ومرض الملاريا في كل من السنغال ونيجيريا وغانا. نقلا عن صحيفة الجارديان الصادرة في مدينة ليغوس، أوردت وكالة أناضول التركية أخبارا فإن الرئيس النيجيري محمد بخاري حث الدول الأعضاء على إنتاج اللقاح المضاد للفيروس لتجاوز مشكلة التوزيع غير العادل للقاح كورونا. ودعا الرئيس بخاري الدول الأعضاء في ليغوس للعمل معا وبتضامن في متابعة تحولات كوفيد-19 من خلال تمديد البنية التحتية الصحية على المستوى المجتمعي والوطن والإقليم والقارة، يشارك فيها المتخصصون والخبراء الصحيون. ووفقا للتقارير الصحية، على الرغم من انخفاض عدد الوفيات بالفيروس بشكل عام في إفريقيا وغرب إفريقيا بشكل خاص، إلى أن عدد الوفيات لا يزال مرتفعا في نيجيريا وبوركينا فاسو والنيجر ومالي وساحل العاج وغانا وغينيا، مما يثير تساؤلات حول الجهود المبذولة للوقاية من الفيروس. مشاهدينا الكرام، قبل نهاية نشرتنا الأخبارية فلنذكركم بأهم العناوين. الأثيوبيون في الدول الأوروبية ينددون بالضغوطات الخارجية والتدخل في شؤون البلاد. ممثل المعهد الإثيوبي يقول إن السودان يمر بظروف أمنية وسياسية وليست بأحسن من إثيوبيا. مشاهدينا الكرام، بهذا وانتهت نشرتنا الأخبارية من التلفزيون الإثيوبي. كنت معكم أفور كانس، وإلى اللقاء.